مشافي عبارة عن حيطان بس ما فيها لا أجهزة طبية ولا كوادر، فقط شكل مستشفى. الطبيب غيث الزعيم نشر فيديو من مشفى دير الزور بعد لحظات من وفاة مريض بين إيديه. خلونا نشوف الفيديو سوا. الدكتور غيث الزعيم عم حاكيكم من مشفى الأسد بدير الزور. جانا مريض انفجار قنبله، ما في اي معدات لانقاذه، نبضه كان واقف، جهاز صدمه ما في، طبيب تخدير ما في، ما في غير فني تخدير، مفجر صدر ما في، تفجير صدر ما في. المريض بكل سهوله راح من ايدنا، عم نشتغل سي بي ار بس نحن اطباء الهلال. قدامي المريض مات وانا ما بقدر اساوي له شيء. انا طبيب جراحه عظميه عم انعش مريض بلا ولا وسيله للانعاش ولا وسيله مشان يضل المريض على قيد الحياه. بده تفجير صدر، بده جهاز صادم، ما في شيء. هذا الحكي ابدا مو مقبول، هذا الحكي ابدا ما له منطق. هذا اللي عم يصير اسمه جنان. هي مو مشفى، هي مو مشفى، هي مو مشفى. عم نسحف المريض زحف نحن لحتى ننقله. ليش؟ لانه ما في جهاز صدمه بالاسعاف. ليش؟ لانه جهاز صدمه ما له عم يشتغل. ليش؟ لانه ما في طبيب داخليه قادر انه يتخذ القرار ويتخذ الموقف الصح. كله خاف. وين طبيب مناوب الاخصائي؟ ما في طبيب مناوب اخصائي، ما في حدا، ما في حدا. طبيب عظميه، انا طبيب مقيم عظميه قاعد عم بشتغل انعاش داخليه. هذا اللي عم يصير اسمه مهزله. هذا اسمه مهزلة، اسمه مهزلة. توفى المريض، ما عندنا شيء، توفى. يعني فساد ومحسوبية وإهمال لحتى تفوت على المشفى، بدك واسطة من الحارس على الباب لتوصل للقسم اللي فايت له حتى تلاقي طبيب مختص يرد عليك. هذا الخبر انتشر بالتزامن مع إصدار المدعي العام الألماني لائحة اتهام بحق الطبيب علاء موسى المتهم بتعذيب 18 سوري بمشفى حمص قبل لجوءه لألمانيا. آلاف من التعليقات بتأكد انهيار القطاع الطبي بمؤسسات أسد. تعليق من طه بيقول: الواقع أسوأ بكتير ولا يحتمل إطلاقا. يوميا الناس والأطفال عم تموت بسبب سوء الإدارة والاستغلال من قبل الدكاترة المقيمين والاستهتار بأرواح العباد وقلة المواد والكوادر الطبية وعدم وجود رقابة شديدة لكل من يخل بالنظام وغيره. غالبية الأطباء لا يرضون إجراء عمليات قبل تقاضي أجور مادية فورية، وشروطهم أن تكون العمليات حصرا في عياداتهم. في طفل من حوالي الأسبوع توفى اختناقا بالحاضنة لعدم تواجد إلا ممرضة كانت مسؤولة عن 11 حاضنة في آن واحد. حتى بالحالات الإسعافية المشفى غير قادرة كليا على تأمين أي مستلزمات طبية لأي عارضة أو مريض، لذلك الناس ما عاد راحت على المشفى، بتقول منموت بالبيت أحسن. مبدأ الناس حاليا بيقول تروح على المشفى تموت وبترجع. أما خضر كتب: إذا الدولة ما قادرة تخلينا نوفي بقسم التخرج ما تخلينا نقسم، وإذا نحن بيوم من الأيام رح نتحمل فكرة أنه شخص راح من بين إيدينا ونحس بتأنيب الضمير لمجرد فكرة أنه ما في وسائل إنعاش، فهذا أكبر تناقض مع القسم. أهل المريض ما رح يشوفوا إمكانيات المشفى ولا رح يشوفوا أنه ما في وسائل، رح يشوفوا أنه تقصير من الطبيب. الإهمال هذا هو اللي عم يخلق فجوة كبيرة بين الأطباء وبين الشعب قولا واحدا. أما هدى علقت: قبل ما يبعثوا الكوادر الطبية المفترض تكون المشفى بكامل جاهزيتها كمشفى، مو كحيطان وأسقف. أساساً ليه لا يبعثوا أطباء من مكان لتاني وعقدهم مو هيك، ويزيدوا مقاعد المفاضلة لصالح هاي المشفى بحيث اللي صح له هذا المقعد يداوم فيه لاحقاً؟ غير هيك تخبيص واستنزاف لطاقات الأطباء وتشجيع ما تبقى للسفر. أما علي كتب: شاطرين بس يزينوا المشفى بالأعلام وغيرها وأدوات ما في. على كل هلأ مو فاضيين لك يا دكتور، الدولة مشغولة بترتيب حفلات رقص وفقش. تعليق من أحمد بيقول: مو جديدة ترى، من يوم يوم أهل المنطقة الشرقية بيتعاملوا مواطنين درجة سابعة مو تانية، وفرق خير الله بالصرف والخدمة والرعاية بينهم وبين البقية.